بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم ورضي الله. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. قال: والسالكون المحبون ليسوا كذلك، لأنه سلك بهم طريق الكد والتكليف، فيكون إنفاقهم من وسع ما هم عليه. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: وأما السالكون المحبون الذين غطت حدائق إيمانهم وجود أعيانهم، فالإيمان والعلم فيهم مغيب تحت أسياف القوالب البشرية والحجب الطبيعية والشهوات الحيوانية التي هي لأهل الكشف دلائل الكمال، وخوطبوا بالرجوع إلى أوطان الحقائق القدسية بعدما دنستهم الظلمات الأرضية فأمطرت أصلاد الأراضي نفوسهم السحائب النبوية والدلائل الرسالية والشواهد القرآنية بعدما أيبستها حرارة نيران الجهل واسمتها بأسمي الحياة، فسمعت النداء فأثارت البذرات الإيمانية الكامنة فيها، فاهتزت بهزة خوف البعد والقطيعة، وربت بالتربي في طريق السلوك إلى ملك الملوك، وأنبتت من كل زوج من أزواج الحقائق الأسمائية بهيج رائق. فهكذا يتدرجون في مدارج العلوم، ويعرجون في معارج الأحوال، ويترقون في بروج المعارف، وشرح ذلك يطول. فليفهم ذلك من عرف هذا الطريق، هذه الطريق، وحقق في سلوكه أتم تحقيق. ومن لم يحقق ذلك ولم يعلم ما هنالك، فليلقي نفسه إلى شيخ يعرفه حقائقها ويفهمه دقائقها ويرقيه في بروج معارفها. فإن جل هذا الأمر ما يحققه على كماله إلا صاحب كشف دائم. وأما من يأخذ علمه وطريقه لا عن شيخ فلا تتضح له الطريق غالبا، بل يبقى في حجاب نفسه وموضع حبسه، لا ينفك عن قيد التلبيس، ولا بلغ في ظنه ما بلغ لكثافة حجاب النفس، فما يلطف حجابها إلا مشاهدة من يستشف بصافي مرآته حقائق الغيوب، وتنجذب بصفائه القلوب. ومثل ذلك قل في الأقطار، سيما في هذه الأعصار وجوده. فالسالكون يهذبهم سلطان الجلال، ويربيهم تربية الأطفال، ويتقلبون في أطوار الأفعال. فأخذوا أولا يستدلون بوجود الأشياء على وجود موجدها، وذلك لطمس أنوارهم الإيمانية تحت غياهب ظلمات الجهل الطبيعي. وإلا لو لم تنطمس أنوارهم الإيمانية وشواهدهم الإحسانية، فمتى غاب عن الشهود وهو لم يزل الحمد لله أجيكم الله تعالى يرحمكم الله لم يزل موجودا منعوتا بنعوت كماله. متى تصدق عليه الغيبة حتى يحتاج أن يستدل عليه بما هو أثر من آثار قدرته وعين من أعيان حكمته؟ فمن عرف الأشياء بالله واستدل به على الأشياء وقد عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من أصله. إذ المعرفة وصريح العلم يعطي. ألا ترى الصنعة دون صانعها والمبدعات قبل مبدعها؟ وأن تعرف الفرع بالأصل لا العكس، الذي هو دليل على العكس، وهو شهود الأثر دون مؤثره، والصنعة والصنعة دون صانعها. ومتى بعد حتى تكون الآثار توصل إليه؟ فلا يستدل عليه إلا به، ولا يتوصل إلى معرفته إلا بتعريفه، ولا يعمل بطاعته إلا بتوفيقه، فهو الموصل بإعانته والموفق بهدايته والحافظ بولايته، وإليه يرجع الأمر كله. وكل الفريقين مجذوبون محبوبون، إذ لولا سابق عنايته لم يهدى إليه السالكون ولا حقق شهوده المحبوبون. فإذا علمت أن الكل على الحقيقة مجذوب ومخطوب، علمت أن الاصطفاء قد شمل الفريقين، فالحمد لله على ذلك. بعد قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قيل هو لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق ومقتصدنا ناجح،
وظالمنا مغفور له، أو كما قال. وعند أرباب الفهم فيما يعرفونه من طريق الإشارة والاقتباس أن الظالم لنفسه هو الأكمل، ولهم في ذلك معان ورموز تظهر من كنوز خزائن المعارف، ولا سبيل إلى ضرب بعض الأقوال ببعض وتناقضها، بل فسيح المعرفة يعطي أن لكل مقام كلام ولكل حال أن لكل مقام كلاما ولكل حال رجالا ولكل حال مقالا، فلا فلا مشاحة في اللفظ، فاللفظ الواحد قد يوضع لمعان كثيرة، والمعاني الكثيرة قد تعبر بعبارات واحدة، وقد يكون الكلام واحدا، ويأخذ كل إنسان ما يناسب حاله ويليق بأفعاله وفي معناه، فكيف يفقد من هو ظاهر وبناء قيوم قائم لا يخفى ولا يزلي، هو أول في بطون قبل مظهرنا وظاهر آخر بلا انتهاء يلي، ودائم كيفما كان الزمان بنا، لا زاد مظهرنا شيء ولا قلي فلما كان المجذوبون المحبوبون أخذ بهم طريق المنة من غير احتساب ولا ترقب احتساب، كان إنقاذهم من خزائن معارفهم إلى الطالبين كذلك حسب ما أمدهم الله به، والسالكون المحبون ليسوا كذلك، لأنهم سلك بهم طريق الكد والتكليف، فيكون إنقاذهم من وسع ما هم عليه. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: لينفق ذو سعة من سعته، الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه، السائرون إليه. هذه إشارة عجيبة وترشيحة بديعة، حيث عبر بالإنفاق، والإنفاق لا يكون إلا في خير، والخسارة ضده، والإنفاق الواصل من خزائن المنح الربانية والنفحات الرحمانية على أطفال التلقيات الفهمية والأركان العلمية والمشاهدة العلمية التخلقية وأهل الاقتداء والاتباع والتبعية. فالأولون وهم المجذوبون المحبوبون ينفقون من سعة وسع المواهب، والسالكون ينفقون قدر المكاسب من وراء الفحص والتحري المذاهب. فالأولون خارجون عن مضيق عقولهم المحصورة القاصرة عن درك الحقائق إلى فضاء واسع التوحيد، ينفقون من معارفهم بلا تعب ولا عناء ولا نصب، فيريحون الجليس ويفسحون صدر الطالبين بالشرح المبين لما عندهم من الواسع الوسعي لما هنالك. والسالكون يشاهدون المسالك ويخفون المهالك لما عندهم من ذلك، ويخوفون المهالك لما عندهم من ذلك. ولي في ذلك من وسع الله في التحقيق مشهده، لا شك ينفق بلا ضيق ولا تعب، ومن يكن في مضيق الكسب مقصده إن يحمل أثقال العبء أعبى الكد والتعب. الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة من آثار ختم الرسالة، وتم بها للسالكين تيسير سبيل الوصول وتقريب البعيد وتذليل الصعب، فصار بعد عسره
مذللا غاية التذليل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء إلى سواء السبيل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، حرز المعتصم من كل تلبيس وتدليس وتضليل، وكفاية المقبل الراغب بواسع الفضل والتفضيل. أدم اللهم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار في سبيلهم بصدق وإخلاص ويقين إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الدلالة والتعريف والتبيين، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين من سبق لك منهم الفضل والتعيين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ ذكر الفوارق في الخلائق بين من يستدل بالخالق على المخلوقات وبين من يستدل بالمخلوقات على الخالق، فذكر شأن الأصفياء الأوفياء المحبوبين وأنهم يغمر قلوبهم شهود نور جلال الله وجماله وكماله، وبه يستدلون على ما سواه. قال: وأما السالكون المحبون الذين غطت حقائق إيمانهم وجود أعيانهم فشهودهم لأنفسهم والكائنات من حواليهم كانت حجبا لهم، الإيمان والعلم فيهم مغيب تحت أسجاف القوالب البشرية والحجب الطبيعية والشهوات الحيوانية، فحينئذ لما قامت هذه الكثائف حجبة بينهم وبين إدراك الحقيقة خوطبوا بالرجوع إلى أوطان الحقائق القدسية بعدما تأثروا بالظلمات الأرضية الكونية الكثيفة، فأمطرت أصلاد أراضي نفوسهم السحائب النبوية، ما كان صلدا قاحلا من أراضي نفوسهم أمطر عليه المطر من آثار سحائب النبوة بالدلالة والإرسال، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والدلائل الرسالية والشواهد القرآنية بعدما يبست أراضي قلوبهم بحرارة نيران الجهل، فجاءت أمطار النبوة والرسالة أمطرتها واسمي الحياة، أي مطر الربيع الأول يسم الأرض بالنبات السمية واسمي الذي يأتي في فصل الربيع الأول يقال له مطر الوسمي بوسمي الحياة، فسمعت النداء فثارت البذرات المغطاة الكامنة الإيمانية المدفونة في بواطنهم، فاهتزت هزت خوف البعد والقطيعة وربت بالتربي في طرق سلوك الطريق، أنبتت من كل زوج بهيج من أزواج الحقائق حقائق الأسماء والصفات، فيتدرجون قال في مدارج العلوم، يعرجون في معارج الأحوال، تدرجون في مدارج العلوم، وبتحقيق العلم النافع يأتي الرقي في معارج الأحوال، وبتحقيق التوبة يصح حال المحبة، وهكذا بتحقيق كل مقام سني
يوهب حال شريف علي. وهكذا يقول وشرح ذلك يطول. فليفهم ذلك من عرف هذه الطريق وحقق في سلوك المنهج، ومن لم يحقق ذلك ولم يعلم ما هنالك فليلقي نفسه إلى شيخ يعرف حقائقه. فهذا هو الطريق وهذا هو الباب الذي يكون منه الدخول إلى ذلك الفريق واللحوق بأعلى رفيق. وفيه قالوا: ولابد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية. وقالوا: من لم يلقي زماما إلى مفلح لم يفلح، من لم ينظر مفلحا كيف يفلح. قال: فلا تتضح له الطريق غالبا، بل يبقى في حجاب نفسه من هذا الذي لا يأخذ عن شيخ. أما الذي اتصل بشيخ قال فهمه دقائق يرقيه بروج معرفة، فإن جل هذا الأمر في إدراك الحقيقة ما يحققه على كماله إلا صاحب كشف دائم. أما من يأخذ علمه وطريقه ويريد أن يسير إلى الرب تبارك وتعالى في محصورات ما ينتهي إليه فهمه وعلمه بلا كشف ولا تحقيق، مسكين، قال هذا لا تتضح له الطريق طيبا، بل يبقى في حجاب نفسه. وكلما كثف حجاب نفسه رأى نفسه أعرف، ورأى نفسه أنه ما يفوته شيء وأنه واعي تماما، حول ولا قوة. وهكذا وموضع حبسه لا ينفك عن قيد التلبيس، ولو بلغ في ظنه ما بلغ، في ظنه بلغ التحقيق، في ظنه بلغ الكمال، في ظنه ارتقى المعارج، في ظن، في كله ظن، كله ظن بس، ما في حقيقة، ما في تلبيس وتدليس وخيالات وأوهام، لأنه ما اتصل بالشيوخ. وكم كانت عقول في حياة صلى الله عليه وسلم، منهم من نفر من ضلال قومه وعبادتهم للأصنام، ولكن ما جاءوا على طريق الحق حتى جاء محمد، ولا عرفوا الوصول الله حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام وجاء فزكاهم ورقهم ووصل. وإلا قد بعقولهم استنكروا عبادة الأصنام، وبعضهم راح يبحث هنا وهناك، ولكن ما حد منهم وصل إلى الله ولا أدرك الحقيقة إلا بعد اتصال بخير الخليقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال لك ثابة حجاب النفس، ما يلطف حجابها إلا مشاهدة من يستشف بصافي مرآة حقائق الغيوب، بصافي مرآة الذي تصحبه من أرباب عين اليقين وحق اليقين، تستشف حقائق الغيوب من صافي مرآته، فتنجذب بصفائه القلوب. عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة، فتجذب الألباب بانفعاله. قال: ومثل ذلك الشخص قل في الأقطار، سيما في هذه الأعصار، وهذا فيما قبل قرنين من الزمان، ثلاثة قرون قبل، لا إله إلا الله قد جاءت بعد ثلاثة قرون، ولكن ما أعدم الله الأرض من وجودهم، فما فقد ستروا وما عدموا، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. من كان مغتر بعلمه، مغتر بعقله، مغتر بفهمه، مغتر بمعنيه، يقعد محله. ومن عرف أنه له رب يجب أن يسعى إليه بالصدق، فسيدل على أحبابه الموصلين إليه. الله لا إله إلا الله. قالوا: السالكون يهذبهم سلطان الجلال ويربيهم تربية الأطفال، ويتقلبون في أطوار الأفعال، فيستدلون بوجود الأشياء على وجود ما موجدها لخمس أنوارهم الإيمانية تعتقدها بظلمات الجهل الطبيعي، إلا متى غاب عن الشهود وهو لم يزل موجود. من قال تعالى: وما كنا غائبين،
ما كنا غائبين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وش بعد ما يقول لك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وش بعد ما يقول لك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وش بعد ما يقول لك فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها روح الميت قدامكم إن كنتم صادقين. يقول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا إله إلا الله. إيش بعد هذا كله؟ فإيش من الكائنات له وجود فوق وجود الله الموجد؟ فوجود إله الموجد. أستغفر الله. الكون ما له وجود في أصله إلا عدم إلا هو الذي أوجده. متى تصدق عليه الغيبة؟ ما كنا غائبين حتى يحتاج نستدل عليه بما هو أثر من أثر قدرته وعين من أعيان حكمته. يقول فمن عرف الأشياء بالله واستدل بعلمه وقد عرف الحق لأهله وثبت الأمر من أصله. إذا المعرفة وصريح العلم يعطي ألا ترى الصنعة دون صانعها ولا ترى المبدعات قبل مبدعها وما تعرف الفرع إلا بالأصل لا العكس والعكس دليل العكس أنه تعكس عليه فهمه وعيه وإدراكه. لا إله إلا الله. ومتى بعد حتى تكون الآثار توصل إليه سبحانه وتعالى فلا يستدل عليه إلا به. ولما سئل سيدنا علي وغيره من الصحابة ما عرفت ربك؟ قال بربي عرفت ربي بربي لا إله إلا هو. فلا يستدل عليه إلا به ولا يتوصل لمعرفته إلا بتعريفه ولا يعمل بطاعته إلا بتوفيقه. فهو الموصل بإعانته والموفق بهدايته والحافظ بولايته وإليه يرجع الأمر كله. لا إله إلا هو. ده نظر إلى أهل المجمع إلى أهل المقام إلى أهل المكان إلى أهل مجالس إلى أهل دورات إلى ينظر. إذا شيء يقرب أحد يقرب، إذا أراد يطيب يطيب، إذا أراد يطهر أحد يطهره، إذا أراد ينور ينور، إذا أراد يتفضل تفضل، وإذا أعرض عن أحد ما له غيره. يا رب أقبل بوجهك الكريم علينا ولا تجعل فينا محروما ولا شقيا ولا معرضا عنه يا الله. ولكن على ما تنيلك قباله أن تكون بكليتك مقبل عليه. أقبل إليه بكل وجهك قاصدا محو الظلال أشير للناسوت. لا إله إلا الله. وكلا الفريقين من السالكين المحبين والواصلين المحبوبين داخلين في عموم اصطفائه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الأمة كلهم ولكن منهم ظالم نفسهم ومن مبتدع منهم سابق بالخيرات. والذين لهم كلام في تفسير الثلاثة الأقسام على غير ظاهرها ووجهها أرادوا بها معاني صحيحة لكن مع كون لهم معاني ورموز تظهر من خزائن المعارف لا سبيل إلى ضرب الأقوال بعضها ببعض. فإن الناتج بعدين والثمرة متفق عليها. الكل من المفسرين هؤلاء وهؤلاء يقول إن الغافل والعاصي والمعرض عن الله خاسر وخايب وأن المتوجب الكل إليه والمقبل عليه كلهم يقولون كذا. وإنما في اصطلاحات وتعبيرات وتفسيرات ما تضرنا قال ولا
وهذا مسلك صحيح ما نضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، ولكن ننزل هذا منزلته وهذا منزلته، فنعرف أن لكل معنى صحيح ولكل مراد. طيب حسن، بلا تضارب ولا رد بعضها ببعض. الله الله، لا سبيل إلى ضرب بعض الأقوال ببعض وتناقضها، بل فسيح المعرفة يعطي أن لكل مقام كلاما، لكل حال رجالا، لكل حال مقالا، فلا مشاحة في الألفاظ. إذا المعنى المقصود واحد انتهت المسألة، يأخذ كل إنسان ما يناسب حاله. لا إله إلا الله. فالمحبوبون الوثن أخذ بهم طريق المنة من غير اكتساب، كان إنفاقهم من خزائن المعارف على الطالبين واسع كبير، لأنهم أعطوا عطاء كبير. سيكون محبون ليسوا كذلك، سلوك بهم تجد الكد والتكليف، فيكون إنفاقهم من وسع ما هم عليه، لينفق ذو سعدين من سعده، ومن قدر أن يرزقه فلينفق مما أتاه الله، قدر ضيق عليه. ها، وهكذا. ولهذا كان يذكر الحبيب بكر العطاس لمجالسيه سعة فضل الحق تبارك وتعالى وجوده، فتنطوي المسافات بلا آفات في أسرع الأوقات. و قال طوينا المراحل عندما قال ده، وقال إني سبقت مطاياكم بأطياري. قال السيد محمد من كتبه عليه رحمة الله: تلك الطريق قطعتها في ليلتين، وسواي يقطع بعضها في أشهر، ينفق ذو ساعة من ساعتين، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ولذا إذا قدرت على أهل السعة والكبار فالغنيمة. لما كان يصلي بهم سيدنا أبو بكر الصديق وأنعم به، لكن حضر الحبيب الأعظم، فسادتنا الصحابة ما عاد رضوا بهذا الواسع وطلبوا الأوسع، صفقوا على أبي بكر، وكان ما كان يلتفت في صلاته، لما كثر التصفيق التفت فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم فتأخر. هم بدهم يصلون، لأن هذا إمامته ما هم مثل إمامة الحبيب الأعظم، إمامته عظيمة، وهم من أهل السعة، واستخلفه النبي لما عجز بالمرض، استخلفه بدله في مقامه، ولكن مع وجوده صلى الله عليه وسلم ما رضيوا الصحابة بسعة أبي بكر، فإن الأوسع حضر، تكثروا عليه التصفيق إلى أن يلتفت الحبيب أخذ يتأخر، شار لي ثبت مكانك، حمد الله ومكث لحظة لامتثال أمر ثم رجع وصلى بهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما كمل الصلاة ولمن نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، ما منعك أبا بكر تثبت إذا أمرت؟ قال: يا رسول الله، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لينفق ذو سعة من سعته، الواصلون إليه سبحانه وتعالى ينفقون من سعة. فجلسة مع الواحد منهم تعدل جلسات كثير، نظرة من الواحد منهم تعدل نظرات كثير، وكلمة من الواحد منهم تؤثر ما لا يؤثره مئات الكلمات من غيره. ومن قدر يرزقه السائرون إليه فلينفق مما أتاه الله. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه إشارة عجيبة وترشيحة بديعة، عبر بالإنفاق، والإنفاق لا يكون إلا في خير، والخسارة ضده. إنفاق الواصل من خزائن المنح الرباني، الواصل لا ينفق من خزائن المنح الرباني والنفعات الرحمانية، ينفقها على من؟ على أطفال التلقيات الفهمية والأركان العملية والمشاهد المشاهدة العلمية التخلقية أهل الكتاب والتبعية. لا إله إلا الله. فالأولون هم مجذوبون محبوبون، ينفقون من سعة وسع المواهب، والسالكون ينفقون من قدر المكاسب، من قدر عليه رزقهم إلا في قدر مطروح.
فرق بين البحر والخزائن الواسعة والقدر. من قدر عليه رزقه فلينفق ما شاء الله، من القدر هدى اللي معه ينفق. لا إله إلا الله. ينفقون من قدر المكاسب من وراء الفحص وتحري المذاهب. الأولون خارجون عن مضيق عقولهم ينطلق عقولهم من العقال، تنطلق من العقال، ينفك عن العقال، وهو حدوده التي ينحصر فيها من مفاهيم وعلومه، وتطلق العقل عن العقال بالنفح الرباني، فيصير في أوج فسيح وسيع ما له طرف. ها؟ قال الحبيب علي: دخلنا بسر الباء في باب عالم نرى البحر في أنهاره مثل قدرتي، رأنا البحر في أنهاره مثل قدرتي. ثم يقول فيما ينازل قلوب العارفين في شهودهم للرب وحلاوة مناجاته: إذا دار قاس الوصل في مخدع الهنا فلا حور عين نلتظيها بلحظتي، ولا عرش بلقيس ولا ملك سيدي سليمان في وصل كمقدار لمحتي. فلو عبرت عنا الوجودات كلها لما ترجمت عن عشر معشار ذرتي. لا إله إلا الله. قال: السالكون يشددون المسالك وعفون المهالك لما عندهم من ذلك، لينفق ذو ساعة من ساعته ومقدر رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولابد لكل من مقام الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، ولكن هؤلاء أغلب عليهم الترغيب، وهؤلاء أغلب عليهم الترهيب، وهؤلاء أغلب عليهم الرجاء، وهؤلاء أغلب عليهم الخوف، والكل ذو رجاء وخوف ورغبة ورهبة. قال الله عن سادتنا الكبار والكبار: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ثم قال كالشارع لحالتي الفريقين بعبارة أخرى، وهي تعبيره بالاهتداء للسالكين والاجتباء للواصلين: اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار، وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم له لا لشيء دونه. فالاهتداء هو تتبع الآثار والبحث عن الأخبار من وراء الحجب والأستار ومختلفات الآثار، والرحلة هي الأخذ في السير إلى المقصد، والرحلة غالبا كثيرة الأخطار وشديدة الأوعار ومعرضة لفوات الأعمار ونكبات المخاوف والأضرار. لذلك ورد السفر قطعة من النار، فإذا صدقت العزمة وقويت الهمة وأخلصت العملة وأفردت النية أثمر لك صدق العزيمة وإخلاص العمل وتجرد النية أنوار الهداية لسبيل المشاهدة وتحقق الولاية. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما الواصلون فلهم أنوار المواجهة وهي المشاهدة، وهم المعنيون بآخر الآية وهو قوله: وإن الله لمع المحسنين. ومقام الإحسان هو الاستغراق بمشاهدة المحبوب، كما فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ومحال أن تراه وترى معه سواه، ومن كان الله معه كانت الأشياء معه وله لا هو معها، إذ الله معه فلم يكن فيه معية أخرى. فهو غائب عن شهود وجوده فضلا عن فعله مع فعل موجوده وهو الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن كذلك فمن لازمه شهود الأغيار والتقيد في محابل الأخطار، ويشهد الوسائط ويراعي الشرائط، فيطالب بمقتضى مشهده ويترقى إلى محتده. وفي معناه: من كان مشهده الإحسان كان له كل الوجود بعون الله محتكم، ومن تعثر في أذيال إن له أن يحتكم تحت ما يشهده من علم. ثم استشهد المؤلف على مقام الواصلين الكمل الموحدين بهذه الآية،
لما فيها من التصريح الخالي عن التلويع ببطلان ما سوى الله عز وجل بقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن فهم عنه سر خطابه من خواص أصفيائه ونجائب أحبائه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ففي هذه الآية كفاية لمن فهمها وعلم سر ما أشارت إليه قل الله فليس بعد الله فهذا فيه مرتبة توحيد الإشارة وهو مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قوله قل. فحارت الحقائق القربية واللطائف الحبية في هذا البحر الذي لا ساحل له ولا منتهى ولا يعرف لأوليته ابتداء ورأت تعدد مظاهره فقال لها هاديا لحيرتها وآخذا بأزمة بصائرها الله كل ما رأيته فليس سواه ولا مشهود إلا إياه ولا بعد ذلك إلا خوض ولعب. ولأنه إذا ظهر الحق فما فائدة التطلب إلا لخوض من باطل واللعب هو كثرة الترديد ما لا جدوى له وهو كثرة الترديد بلا غرض. ومن ذلك اللعاب وهو الريب والخالي عن الخليق وسمي كذلك لكثرة ترديده والله أعلم. والوقوف على الحق عند ظهوره وصف الموحدين والخوض واللعب وصف الجاحدين الضالين عن سبيل الهداية والسالكين طريق الغواية. الله قل فهو المقصود بالطلب ولا تزد بعد ذا في الخوض واللعب. فإذا كان العبد منطويا تحت عظمة أولية الحق كان حكمه ووصفه ترك الفضول وإيثار الخمول فيتحقق بصرف العبودية لله تعالى. وإذا كان كذلك كان أجل همه تصفية أوصافه وتهذيب أخلاقه. لذلك قال المؤلف رضي الله تعالى عنه مع النبي يقول اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه. الراحلون إلى الحق الذي يطلبون القرب منه والوصول إليه اهتدوا بأنوار التوجه إليه، لكن الواصلون إليه لهم أنوار المواجهة التي خص الله بها الأكابر وأكبرهم عبده الطاهر إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين. أهل المواجهة أنوار المواجهة، فالذين يستدلون بأنوار التوجه أو يرحلون بأنوار التوجه هم للأنوار، لكن هؤلاء الأنوار لهم الواصلون الله ذلك هم للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم الله أكبر، لأنهم استخلصوا له وحده فليسوا لشيء سواه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، قال الله لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، صنعتك لنفسي، موسى ما هو لشيء غير الله، موسى لله وحده، والأشياء له بعدين لأنه لله كل شيء لله فكل أشياء كلها له. وهكذا من كان لله جل جلاله، وقال له في الآية الأخرى ولتصنع على عيني، قال لحبيب محمد فإنك بأعيننا. الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أعظم مواهب الله عليهم، ما أعظم مقاماتهم عند ربهم. قال الاهتداء تتبع الآثار والبحث عن الأخبار من وراء الحجب والأستار ومختلفات الآثار، هذا الاهتداء. والرحلة الأخذ في السير إلى المقصد، والرحلات غالبا تكون فيها أخطار وأوعار تعرض صاحبها
لفوات الأعمار ونكبات المخاوف الأضرار. وهذا السفر قطعة من العذاب وقطعة من النار. ولما شيل بقى لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن في فرقة الأحباب. لا إله إلا الله. لكن إذا صدقت العزمة وقويت الهمة وأخلصت العملة، أي هيئة العمل، العملة أجرة العمل، عملة عملة هيئة العمل، الذبحة مرة من الذبح، الذبحة هيئة الذبح كيفية الذبح، الجلسة مرة من الجلوس، الجلسة هيئة الجلوس كيفية الجلوس، ففعله في العربية يأتي على الهيئة للهيئة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، مش القتلة القتل، هذا القتل مرة من القتل، لا لا أحسن القتل هيئة القتل كيف تقتل. إذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، أي كيفية الذبح هيئة الذبح. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وبعدين قال فإذا ذبحتم فأحسن، إذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليح ذبحته، تكون هيئة الذبح حسنة. وإذا قد مثل بالإحسان في الذبح في الذبحة وفي القتلة، إيش عاد باقي الأشياء؟ هذا قد وكشد شيء، ذبح وقتل تحسن فيهم، باقي الأشياء من باب أولى، عد أشياء أكبر من الذبح. قال حتى القتل والذبح أحسن فيه، فمن باب أولى غيره. واللي يحد أحدكم شفرته واللي يريح ذبيحته ولا يذبح شاة قدام أخرى، ما يخلي واحدة تشوف واحد يذبحون أختها. وفإنها لو علمت بالموت وأن تموت كما تعلمون بموتكم ما طعمتم منها سمينا، لكن أنتم تعلمون أنكم تموتون ولا تهتمون، هي ما تدري أنها تموت وإلا ما بتسمن أصلا. لا إله إلا الله. وهكذا وخير من خير ما في الذبحة الأضحية المقبل علينا في شهرنا المقبل الذي أشرفنا عليه، بارك الله لنا والأمة فيه. فما عبد الله بشيء أفضل من نحر الدم في ذاك اليوم. وقد قدم صلى الله عليه وسلم هدي إلى الحرم، فكان 100 ناقة 100 جمل قدموا، وذبح بيده الشريفة، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم ناول المدية سيدنا علي ومر أن يكمل بقية 100. لا إله إلا الله. ثم أنه أيضا ذبح أيام منى أضحية أخرى غير الهدي، ذبح أضحية شاه من هذا الذي احتفظ بها سيدنا ثوبان، الشاه التي كان يطعم منها حتى وصل إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يقول وأخلصت العملة، إذا صدقت العزمة وقويت الهمة وأخلصت العملة وأفردت النية أثمر لك ذلك صدق العزيمة وإخلاص العمل، بل أثمر لك صدق العزيمة وإخلاص العمل تجرد النية أنوار الهداية لسبيل المشاهدة، فتكون لك الأنوار فتكون موصلة وتحقق الولاية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سنة. قال أما الواصلون لهم أنوار المواجهة وهي المشاهدة، وهم المعنيون بآخر وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، نعطيهم أنوار الهداية فهم للأنوار، ولكن اللي فوقهم وإن الله لمع، قال أنا مع هؤلاء اللي وصلوا رتبة الإحسان فلهم الأنوار. مقام الإحسان قال استغراق بمشاهدة المحبوب، كما فسره السيد المرسلين بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. هي تأملها، كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه. فسمعت عادك ما سمعت، كأنك تراه. سمع قلبك وعاده، كأنك تراه، كأنك تراه. سمع روحك وعاده،
كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه، إيش هذا؟ كأنك تراه، كأنك تراه، إيش هذا المقام؟ إيش هذا الشعور؟ إيش هذا الشعور؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله وتعالى في علاه، محال أن تراه وترى معه، ما دام عندك سواء ما تراه، ما دام معك سواء أنت للسواء، ما تراه حتى لا يبقى معك سواه، قصدا ومرادا ومشهودا وشعورا وإحساسا، ما عاد يبقى سواه، حينئذ ترى كأنك ترى. لا إله إلا الله. من كان الله معه كانت الأشياء معه، ولو لا هو معها، ما عاد يكون هو مع الأشياء، تكون الأشياء معه وتكون الأشياء له، لا هو معه. إذا الله معه، من كان الله له معه خلاص، ما عاد تبقى مع الله معي أخرى، لأنه لا شريك له، يبقى الله وحده معه، والأشياء مع هذا الإنسان الموفق، ما هو هو معها، هو مع الله، والأشياء ترجع معه. من كان مع الله كان ربي، ومن كان الله معه كل شيء معه خلاص، ولكن هو مع الله وحده، فلم يكن فيه معية أخرى، فهو غائب عن شهود وجوده، فضلا عن فعله، مع فعل كل موجود، مع فعل موجوده سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من لم يكن كذلك ولما وصل إلى هذا المرتبة من شهود، من لازمه شهود الأغيار، أبد شهد نفسه وشهد غيره، ما يكون مع الله يكون مع غير الله، دائم دائم مع غير الله، ما دام عنده غير ما هو مع الله عدم. إلى أن يذهب الغير إلا الله، ويعرف معنى كل شيء هالك، إذا عاد ما هلك في مشهودك كل شيء، ما تشوف، ما تصل إليك. أول تيقن قوله كل شيء هالك خلاص، إلا وجهه خلاص، الآن تصل، أما عاد ما في بالك أنت عاد ما أنت هالك، وعاد هذا الوجود ما هو هالك، والسماء ما هو هالك، قعد معها، قعد معها، قعد معها، يا أرض يا سماء يا عرش يا كرسي يا جنة، قعد معها، مخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه، تعال إليه، فز بقربه، فز بمعرفته الخاصة، يكون معك، تكون معه، الله أكبر، فتكون بعدين الدنيا والآخرة والجنة والعرش الكرسي معك، ما هو أنت معها، هي معك، وأنت معه هو، أنه موجدها ومنشيها وبارئها وخالقها ومدبرها والمتصرف فيها هو، فتكون أنت معه وتكون هي معك، ما هو أنت معها، أنت معه وحده، هذا إذا اصطفاك لنفسه واصطنعتك لنفسي، فظن بهم عن أن يكلهم إلى غيره، له الحمد على ما أعطاهم، والله يرحمنا بهم وينظر إلينا بهم، وكما نظر إليهم ينظر إلينا، إنه أكرم الأكرمين. يا ربنا نتعرض لنفحاتك، فأجزل لنا عطياتك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وادفع عنا جميع القواطع. وهذا المقيد في محابل الأخطار، ويشهد الوسائط، وينسى الحق، يطالب بمقتضى مشهده، لا إله إلا الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل. أنتم تقولون إن عندكم التوراة ونزلت على موسى، ودلحين بقوا بيكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدون يخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا، قل من، قل الله، الله هو الذي أرسلني، هو اللي أنزل الكتاب على موسى، وأرسل موسى قبل أن أرسلني، أو لله، ثم ذرهم في خوضهم، فهم في لعب، واللعب كل من قطع فيه الخلق عن الخالق لعب،
أي صناعات، أي تطورات، أي أعمال، أي هندسة، أي مباني، أي زراعة، أي جسد، أي جاه، أي وزارة، أي رئاسة، أي وظيفة انقطعوا فيها عن الخالق، هي من الظلمات، هذه من الباطل كلها لعب، كلها لعب. ومن اتصل بالله سبحانه وتعالى هذا صاحب الجد الذي أدرك الحقيقة واحد، بس هذا صاحب الحقيقة. ها يا ربي صلنا وأوصلنا وواصلنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا الله. وهذا الوهم والخيال اللي يسمونه اليقين الفاسد، وهو الالتفات إلى الكائنات، يقين فاسد باطل ما له حقيقة، وهم. واليقين الحق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، باقي يلعب. ها لا إله إلا الله، بطلان ما سوى الله تعالى. يقول قل الله فليس بعد الله شيء، فهذا فيه مرتبة توحيد الإشارة، مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد أهل ذاك المقام. قل، فحارت الحقائق القربية واللطائف الحبية في هذا البحر الذي لا ساحل له ولا منتهى. قل الله ولا يعرف لأوليته ابتدا. قالوا في وصف صلى الله عليه وسلم بما بداه حار الخلق كيف انتهاؤه، هو النور يهدى الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. فمشهود أهل الحق فيه لطائف تخبر أن المجد والشاوى شاؤه، وفيه عليه الله صلى ودائع من السر لا تروى خلال الدفاتر، ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر، وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر. هو الرأس، هو السأس، وهو الرأس للأمر كله، بأولهم يدعى لذاك وآخر، وتحت لواه الرسل يمشون في غد، وناهيك من جاه عريض وباهر. هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسل ورم الأقدام عن خير صابري. هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافر، وبادلها جودا بها وسماحة بكف نداها كالسحاب المواطر. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، كل ما رأيته فليس سواه. قل الله، لا مشهود إلا إياه، لا معبود إلا إياه، لا مقصود إلا إياه، ولا بعد ذلك إلا خوض ولعب. لأنه إذا ظهر الحق فما فائدة التطلب إلا الخوض في الباطل. اللعب كثر الترديد ما لا جدولا، إنه قال اللعاب، اللعاب أقوى كريك يظل يتردد تردد تردد. والوقوف على الحق عند ظهور وصف الموحدين، والخوض واللعب وصف الجاحدين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما لنا سلوك صحيح ولا إقبال صادق، ولم نكن نطعم ما لنا مراعاة للحقوق وأداء حق الخلائق، وكنا نخوض وكنا نكذب بيوم الدين. ما قالوا كنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض مع الخائضين. هذا اللعب ذاك، سلحون مؤتمرات ومجتمعات ومشاريع لعب، يلعبون. كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين.
حتى أتاني اليقين إذا كلامنا كله باطل والحق ما قال المرزلون فما تنفعهم شفاعة شيء والعياذ بالله. نعم. الخوض واللعب وصف الجاحدين الضالين عن سبيل الهداية والساكن طريق الغواية. الله قل فهو المقصود بالطلب ولا تزيد بعد ذا في الخوض واللعب. الله يرزقنا الصدق الإقبال عليه. حققنا بحقائق لا إله إلا الله، حقائق الحمد لله، حقائق سبحان الله، حقائق الله أكبر الله أكبر، هذه شعاراتنا في العيد. الله أكبر، كلما أرادت نفسك تكبر مظهر، تكبر آدميين، تكبر جن، تكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. البعض الذين كان قاتلوا بعض الملحدين في فترة من الفترات نظر، وبعدين كثير من أسلحتهم الحديثة أحدث الأسلحة غنموها المجاهدون وصاروا يقاتلونهم بها، وبعدين بعض الأسرى حقهم لا أخذوهم قالوا لهم كيف كنتم تخذلون منكم كثير وعندكم أسلحة كبير؟ قالوا بعض كلمات تقولونها نحس في صدورنا ضج وحرق ونفزع، ما عاد نقدر لا نضرب بالدبابة ولا المدفع ولا الترجم، وخاصة واحدة كلمة ولا شيء كلمة تقول يا بر بر على الله أكبر، كانت تقول بر بر تنزعج، يقول ما عاد نجي على السلاح اللي معنا ولا مدربين جنود من أهل التمرين من أحدث الأسرى، ما عاد نفعتهم أسلحتهم. الله لا إله إلا الله، الله أكبر، عسى نكبره حقيقة. الله عادك مغالط في نفسك مدريش كبير مدريش كبير نفسك. الله أكبر، بعد تكبير غيره من ذهنك. الله أكبر، فما شيء همك مثله ولا شيء عندك أعظم منه ولا تريد له. الله أكبر، شعاراتنا في الأذان والدخول للصلاة الله أكبر. قال بعض العارفين صليت خلف عارف بالله هذا شيوخ، قال فكبر تكبيرة سيد مرت على خاطري محت منه كل شيء غير الله، قال حتى كنت قبل أشكي وسوسة وغيره من يوم كبر سمعت التكبيرة من خلفه ما عاد بقي في قلبي شيء. الله أكبر، كبر مرة الإمام الحداد في الصلاة الله أكبر انشق الجدار من تكبيرته. الله أكبر، تكبير الصدق هذا. وكنا نسمع بعض العوام يسمع الله أكبر يقول لا كبير إلا هو، الله أكبر لا كبير إلا هو، لا كبير إلا هو، لا إله إلا هو. الله يرزقنا حقيقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا تلك الحقائق، واسقنا من شرابها الرائق، ألحقنا بفريقها خيار الخلائق، يا كريم يا وهاب يا منان يا رزاق يا خالق يا الله. واسع غفران معظم الغفران أتم الغفران، يغفر لنا بمحمد، ثبتنا على منهجه الأرشد، اجعلنا من خواص من بمحبته تحقق وسلك سبيله في كل مقيد منه مطلق، ورقانا بين أعلى مراتب الفهم عنه والمعرفة به، الإخلاص الوجه الكريم والصدق معه في جميع الشؤون في الظهور في البطون، يا من يقول لشيء كن فيكون، اجمعنا بحبيبك الأمين المامون، يا من يقول لشيء يكون فيكون، اجمعنا بحبيبك الأمين المامون، يا من يقول لشيء يكون فيكون، اجمعنا بحبيبك الأمين المامون، اجمعنا به عليك وصلنا به إليك، وارزقنا بشهودك بمرآته، وتولنا به في جميع أحوالنا، بلغنا به فوق أمالنا، وأصلح به جميع شؤوننا في طهورنا وبطوننا، اقبلنا يا ربنا على ما فينا، اقبلنا يا ربنا على ما فينا، اقبلنا يا ربنا على ما فينا، إنك إلهنا وبارينا، وما لنا إله سواك ولا رب غيره، أين نضع حاجاتنا وأمنياتنا ووجهاتنا ونياتنا وطلباتنا
أنت الرب وحدك، أنت الإله وحدك، أنت القادر وحدك، أنت العفو وحدك، أنت الغفور وحدك، أنت الذي بيدك الأمر وحدك، أنت الذي لك الأمر وحدك، لا إله إلا أنت وحدك. أقبلنا على ما فينا وأقبل بوجه الكريم علينا، أقبلنا على ما فينا وأقبل بوجهك الكريم علينا، أقبلنا على ما فينا وأقبل بوجهك الكريم علينا. أرسلنا إليك جعلنا مسلمين بإذنك إليك والدليل بفضلك عليك، اشف عنا كل حجاب وابتعب الخير لنا كل باب، حقنا بساداتنا الأحباب واسقنا من شرابهم خير شراب، وتولنا ما توليت بأولئك الأطياب، فأنا على مراتب الاقتراب يا كريم يا وهاب، شرفنا بكشف الحجاب عن سمير يا حضرة قاب في مقام الاقتراب، وادخلنا عليك من هذا الباب، وزدنا من نوالك ما أنت أهله في كل شأن، واصلح لنا كل سر وإعلان، لأن عندك من خواص أهل القرآن، واختمنا بأكمل الحسنى، وتراضنا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.